اليوم ان شاء الله هو الافتتاح نتاع مدرستنا الجديده في حلتها الجديده. ان شاء الله المقر هذايا معناها ركزنا انه يكون فيه مواصفات توافر معناها فيها الفضاءات واسعه حسب فيها جوده عاليه معناها باش توفر لصغيراتنا جوده تعليميه متميزه. ندعم هذا بالكفاءات معناها في المعلمين ان شاء الله تكون في المستوى الفضاء. حبينا نجمع في فكرتنا ما بين التعليم والمتعة والفضاء الفسيح اللي يكون إيجابي لصغيراتنا. كما شفتوا معناها الفضاء هذا معناها نعتبره من الفضاءات في تونس الأولى من حيث المواصفات العالمية. إن شاء الله كما يكون معناها منارة في البلاد يكون منارة في العلم وفي الأخلاق وفي العمل. نوعدوا أولياءنا الكرام أنا باش نعطيهم جودة تعليم متميزة كما استنسوا. والمقر القديم اللي كان فيه دونك ولا هو روضة النخبة تابعتنا ونفس الأهداف. حاولوا بهذا نصنعوا جيل إن شاء الله ينهض بتونس أخلاق وعلم وعمل. ومرحبا بالناس الكل في مدرسة النخبة في حلتها الجديدة وبارك الله فيكم.